وللمزيد ينضم إلينا من قرية الحصص محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. فرحة غامرة تنتاب أهالي قرية الحصص بحول الزيارة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي. اطلعنا على أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها بالأمس، وخاصة لتحسين معيشة المواطن المصري وصولا للحياة الكريمة. نعم، بعد التحية بالتأكيد كما تحدثت هي فرحة كبيرة يعيشها أهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية. هو حلم تحقق لهم، نقلنا هذه الفرحة وعشنا معهم منذ صباح هذا اليوم، يعني الأول من ديسمبر لهذا العام، يوم لن ينساه أهالي قرية الحصص كما تحدثوا لنا تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم. بالتأكيد كل هذه الكلمات خرجت من القلب للقلب تعبيرا عن هذه الفرحة وعن هذه الرسالة، رسالة طمأنينة يعني بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الدولة لن تتوانى لحظة عن تقديم كل الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين. قرية الحصص هي من ضمن 26 قرية تابعة لمركز شربين، وهي القرية ضمن 14 قرية على مستوى الجمهورية تتمتع بتنفيذ النسب الأعلى في مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى. فقرية الحصص تتمتع بالعديد من المشروعات الخدمية التي بالفعل حولت القرية ونقلتها نقلة نوعية متعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا بالحياة الكريمة التي أصبح يتمتع بها المواطنين هنا في قرية الحصص. إذا تحدثنا عن المشروعات وعن التغيير الذي حققته مبادرة حياة كريمة، صحيح محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.